نقدم لكم نتيجة مباراة جالاتاسراي التركي ضد مول فيهيرفار المجري استعدادا للموسم الجديد من الدوري التركي بمشاركة المحترف المصري مصطفى محمد. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع التفاصيل، حيث خسر فريق جالاتاسراي التركي أمام مول فيهيرفار المجري بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كنان كودرو في الدقيقة 32 من عمر اللقاء. وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الرسمي للمباراة وقدم مستويات متميزة. ويقيم نادي جالاتاسراي حاليا معسكرا تدريبيا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعى الفريق التركي تعديل وضعه في الدوري بالنسخة المقبلة بعد احتلاله مركزا متأخرا من البطولة.